أهلا بكم، معكم نادية بادينيني، أستاذة فلسفة من مدينة أكادير. إذا بحال كل عام أنا عندي طقس مقدس أني نجي لمعرض الكتاب، وهذه 3 سنوات ولينا كنجيو للرباط. بالنسبة للموقع أنا جاني موقع مزيان، موقع استراتيجي، يعني سهولة الولوج إليه بحكم الناس اللي غيجيو سواء كان في التران ولا في الكار ولا هذا، موقع استراتيجي سهولة الولوج. تنظيم مزيان، تنظيم الأروقة، الدليل ديال المعرض موجود أيضا. الأثمنة كتبقى مختلفة، داك الشيء ما نقدرش نعقب عليه ولا نعلق عليه، لأنه كل دار والظروف ديالها. فعموما الظروف كانت مزيانة، و يعني كان زوين، كان حضور، واللي زوين حضور هو ديال الأطفال. يعني حنا بغينا ثقافة القراءة تنتشر ماشي عند الكبار ولكن بشكل أساسي عند الصغار. حضور إقبال يعني ديالو ملاحظ، وكنظن غيكون أكثر وأكثر في الويكاند. كملاحظة صغيرة، لأن الناس هنا اللي كتجي كتعول أنها تشري كيكون عندها البلون ديالها باش تشري، إلا ما كانت جايبة الفلوس كتعتمد على البطاقة. فيا ريت يعني رجاء إما يوفروا لينا تي بي أو أولا الكيشي، يعني يوفروه لينا أكثر، لأن الإقبال على سحب النقود يعني حاضر، فخاص يكون هذه الجزئية هذه. طبعا اقتنيت من دور نشر مختلفة، لأني كنت موجودة على ليست ديالي ما بين الرواية، كتب روائية وغير روائية، يعني في القراءة الوظيفية ديالي بحكم أني أستاذ. الحقيقة هاد المعرض هو تظاهرة ثقافية مهمة جدا في مدينة الرباط عاصمة الأنوار، وهي مناسبة كيلتقي فيها المثقفون وبعض الفنانين كذلك يلتقون هنا لتبادل الآراء والاقتناء ما جد في الكتب في مختلف الميادين، وهو في الحقيقة يعني غني جدا من خلال الكتب المعروضة، غني جدا من ناحية أنواع الكتب أنواع الكتب المعروضة في جميع الميادين، الفنية والثقافية والأدبية والفلسفية إلى آخره. وهو كذلك مناسبة للالتقاء ببعض الأصدقاء الفنانين والمثقفين وتبادل الآراء وإحياء الرحم كذلك بين هذه الشخصيات كلها. وفيه ما كاينش غير الكتب، ولكن فيه لقاءات، فيه تكريمات، فيه تقديم الكتب ما بحضور كتابها، فيها مناقشة وفيها تبادل الآراء. جواز دوقات أستاذ من مدينة مكناس، جيت لزيارة المعرض الدولي للكتاب. المعرض تنظيم رائع محكم، وجدت داك الشيء اللي كنبحث عليه من كتب، خصوصا جيت باش نقلب على كتب خاصة بالأطفال بيسكو عندي جوج وليدات، بنية ووليد، جيت باش نقلب لهم على شي كتوبة من أجل تنمية الحس القرائي عندهم في سن مبكرة. الحمد لله العرض متوفر، هناك العديد من الناشرون اللي قدموا لنا إرشادات ونصائح حول كيفية تعامل الطفل في سن مبكرة مع الكتاب، لأن هذا السن حساس وخاص عناية خاصة واختيار خاص باش ما نوقعوش في لو شوا الخاطئ ديال الكتاب بالنسبة للأطفال، وباش نساعدهم في تنمية المهارات الحياتية لديهم وباش يكبروا مع الكتاب، خصوصا أننا ولينا تنشوفوا عزوف على 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 القراءة على البوكيناج بصفة عامة، عزوف من طرف كسوة من طرف الأطفال وكسوة من طرف الآباء. لهذا احنا كآباء ومربيون وجب علينا ننميو هذا الحس القرائي لدى الأطفال منذ الصغر، من أجل مساعدتهم لا في الجانب المعرفي ولا في التحصيل الدراسي ولا في الحياة الخاصة ديالهم، وذلك من خلال التنوع ديال الكتب اللي معروضة هنايا، سواء كتب ثقافية، كتب فنية، كتب تعليمية. الحمد لله لقينا واحد الوفرة ديال 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 الكتب، وأنا جد سعيد بالحضور ديالي مدينة الرباط. شكرا.